السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا رب. مرحبا بكم اليوم معايا فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم بنقدم واحد الوصفه اللي هي غنيه عن التعريف، يعني عندنا حنا المغاربه بنقدم لكم واحد الوصفه اللي هي غنيه عن التعريف، اللي هي العدس غنيه بالحديد ومجموعه من الوصفه اللي بغيت نقدم لكم البنات، يعني محبوبه عند المغاربه و يعني فيها منافع كثيره، اللي هي العدس. المهم بنقدم انا بطريقتي، تندير فيها شويه خيزو وشويه اللفت المهم الا كان عندي، بحال دابا بقى لي من نهار كسكسو، غنحاول نديرو حتى للدراري الصغار باش يعني حتى المناعير فعاليهم بزاف د الحوايج وحنا عانيت. المهم عندي هنايا قياسي ديال العدس، كل واحد يدير قياسه. المهم هنايا واحد رابعه هنايا راه تزكتو في الماء تتنفخ واحد الساعه. لقاش هنايا العدس هنايا في المغرب واخا كنتي ياخذ الوقت باش يطيب. وعندي هنايا جوج مطاشات محكوكات، واحد معلقه ونص كبيره ديال مطاشه الحك، عندي هنايا واحد بصله محكوكه، وعندي 6 فصوص الطومون، 3 قطعتهم وثلاثه غنضيفهم هكاك يعني صايني. وعندي هنايا شويه ديال السكنجبير خضر والزنجبيل تنحكو البنات، وما تنقشروش لحقاش الا تقشرتي يمشيو لي كاع المنافع، ونقشروش بالموس نقشرو بشي معلقه بحال هكايا، ها يعني بمعلقه تنقشرو باش تحيد ديك الجلده رقيقه، يعني ما تيتحيدوش المنافع كثر. عندي هنايا بالنسبه للتوابل، بالنسبه للخضر بعدا عندي واحد جوج خيزويات هنايا قطعتهم على هذا الشكل هذا، وعندي واحد لفت صفر ووحده بيضه غادي نضيفهم. في الحقيقه البنات بالخضره تيجي زوين، الا ما كانش دي لفت ندير فيها خيزو الدراري، واللي ولادو تيبغيو البطاطا يحاول انه يدير بطاطا. وعندي هنايا واحد الكميه ديال القزبور ومعدنوس وانتوما معلقه كبيره جوج، عندي ثلاثة المعالق كبار، وبالنسبة للتوابل عندي الملح، غندير قياسي. المهم الملح تيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الكمية اللي عندكم. وعندي هنايا التحميرة، غندير واحد معلقة ما عمرهاش ديال التحميرة. عندي الخرقوم حتى هو نفس الشيء، معلقه ما عمرهاش. عندي البزار، عندي شويه في الحقيقه البزار يعني ما تنصحكمش بيه تستعملوه بزاف للصحه ما مزيانش. عندي الكمون نخلي حتى الاخر البنات، ما كنديروش انا باش ما يمررش ليا الحاجه في اي حاجه. عندي هنايا سكنجبير مابقاش عندي بزاف، ندير داكشي اللي بقى وراني استعنت بسكنجبير لاخر الخضر. وعندي الزيت البلديه، عندي البنات هنايا الزيت البلديه هادي اللي كنستعمل انايا، عندكم الروميه ديروا على الروميه، هادي ما قاصحاش يعني. وحتى الاخر باش ندير شويه الزيت البلديه ديالنا. وعندي لي الماء طايب باش تغير طيب. المهم تنخلطو هاد العناصر كاملة، تنخلطو حتى تنسجم مع بعضياتها، ونديرو فوق البوطة يتشحر، تنقص عليه البوطة ونخليه يشرب هاد العطرية وداكشي والزيت، ومن بعد غادي ندير عليه الماء مغلي ونسد عليه. المهم نبدا على حسب العدس واحد ثلث ساعه هكاك، غادي نحل عليه وغادي نشوفو معكم.
المهم الكوكوت عندي تطيب دغيا على حسب الكوكوت تاعك. ما نسيت الفلفلة حارة، غادي نخليها حتى الاخر عاد باش نديرها وباش ما تطلقش ليا الحرورة على حسب الدراري. المهم كتشوفوا معايا هانتوما، يعني داكشي تخلط مزيان مع بعضياته. غندير فوق البوطه يشرب. ها نتوما كيما كتشوفوا معايا البنات، ها هو لابس، يعني من بعد ما درتو فوق البوطه ها نتوما، يعني سنخليوه يشرب هذيك العطريه مزيان، سنخليوه يشربها والخضر حتى يشرب ديك العطريه ويشرب داك الزيت. وغادي نروي دابا، غادي نروي نتوما البنات. انا رويت، ها نتوما جهد الماء يعني ما وصلش هاد اللعيبات هادو. راه درتها جد ليا الترفيه العدس وغطيت فيه الخضره، وانا ما تنخليش جاري، يعني الا كنتو تديروه جاري غادي تزيدوا الماء، انا ما كنخليش جاري تيجيني هو هذاك، يعني باش ندوزوه بالخبز. كاين اللي تياكلو بمعلقه، يعني يكثر الماء الا بغى يجي جاري. المهم هذا هو قياسي انايا، وغادي نسد عليه دابا ونخلي الكوكو تصفر. المهم واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه كاع ونحل عليها. المهم البنات تنجهد، ملي ما نسد عليه غادي نجهد البوطه. هانتوما البنات، من بعد ما حليت الكوكو لقيت خيزو الخضره يعني طابت كامله هانتوما، ودرت هذيك المزيوده تاع الفلفله. دابا عاد غادي نضيف الكمون، ندير واحد نص معلقه وغادي نخلط ونخليه يعني تخلط مع العناصر. في الحقيقة واحد الريحه طالعه تتشهي، ريحه غزاله ديال ديك الخضره مع العدس. والله الا البنات عجربوا بالطريقه تيجي رائع جدا. هانتوما العدس راه طاب، الخضره كذلك طابت، دلفتو هانتو يعني طابت. غنخليها شويه يشرب. غادي نقدمو هنايا بسم الله هانتوما. الحقيقة تيجي غزال البنات، والله الا عجربو بالطريقة تيجي واعر بزاف، ومن هاني تستفدو منو نتوما وليداتكم من المنافع ديال الخضر. حتى الا ما كانوش ياكلو لكم خيزو وهاد اللفت هذا تيوليو ياكلو. المهم هذا لينا هنايا، غادي نحط الوليدات هنايا. ندير ليهم زويته بلديه، مابقاش حنا عزيز علينا لا تسمع الزيت هانتو. هذا تاع الدراري وهذا تاعنا. الحقيقة تيجي بنين والله، متشبعو منو. جربوا بالطريقة ولا عجبتكم متنساوش تقولوا لي في لي كومونتير. هو داك المزيود تاع الفلفلة. خلينا ندير لي زيت البلدية تاع حنايا. من بعد غادي ندي الزله في الطبله اللي بغيت الزيت البلديه يزيدها. المهم نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتجربوا بالطريقه وان شاء الله غادي يعجبكم، متاكد غادي يعجبكم، وغادي تستفدوا من المنافع ديال يعني العدس والخضر، يعني وجبه كامله ومتكامله في نفس الوقت. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. المهم البنات هذا هو القدر تاع اليوم، غدا رائع في الحقيقة. أنا عزيزة ليا العدس بزاف، وقدمتو مع شلاضة عادية ديال الفجل و الفكوس و البصلة و مطيشة. صافي ندي زويته بلدية باش ندوزو، ورفقتو بخبز ديال الدار، هاهو تيجي غزال.
حقيقه استغلوا البنات الوقيته هذه، حاولوا انكم ما تشربوش الخبز، عجنوا في الدار غنقطعكم. يعني اجنت انا في الحقيقه ما عنديش القبح هنايا، اجنت عند الفين وفورس، يعني نحاولوا ناكلوا الخبز خصوصا مع هذا الوباء هذا، يعني ناكلوا الخبز ديال الدار، نحاولوا ما امكن ما نشريوش شي حاجه من برا، يعني راه ولينا نشكوا في اي حاجه. ويلا الخضره اللي يعني ضروري اننا خاصنا نجيبوها، يعني راه تنعقموها وتن لاصلا بجافيل وهذا الخبز، يعني ما عندك كيفاش ديري لي اللهم تعجني في دارك وهكذا تكوني متاكده شكليتي وكلتي لوليداتك. المهم البنات هذا هو غدا عندي اليوم، وبسلام عليكم فيديو جديد، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. شو كتيجي يعني تيجي خاطر انا كيعجبني في القاصح باش ندوزو بخبيز.